إصابات أخواني صراحة، يعني شيء محزن كبير بالنسبة لي. بداية شقيقي عبده تعرض لإصابة الرباط الصليبي، كنا نعرف قوة الإصابة هذه يعني بشكل هي مؤذية، الله يبعد عن الجميع إن شاء الله. وبعد كذا إصابة أيضا أخوي أحمد في الرباط الصليبي، وأخوي علي أيضا في إصابة الرباط الصليبي. فرناندو عطيف، طيب كرة مع أحمد عطيف يحاول يعدي عطيف، ولكن كرة فيها خطأ على الحاج طمش. عانيت فيها وحسيت فيها، فهذه من أسوأ اللحظات اللي مرت فيها في كرة القدم. شوف عطيف كيف لعبها، أنت تشوفها سهلة مثل الشعر. الهلال يضيق الخناق، يحاصر عطيف يا مجنون، مستحيلة هذه الكرة، كلية الزعيم هنا في هذه الجامعة.